السلام عليكم أحبائي طلاب المرحلة الخامسة كلية طب الأسنان. اطلعنا بالمحاضرة السابقة على introduction في موضوع crown and bridge. مثل ما عرفنا احنا بلشنا بالكورس مالتنا بالنسبة للكورس الثاني اللي هو clinical crown and bridge. وكمقدمة مثل ما معروف بالنسبة لكم bridges هي عبارة عن fixed replacement of missing teeth. طبعا بالنسبة للفيكست والفيكست فيكست والفيكست موفابل ان شاء الله نطلع عليها الانواع بشكل ملخص وبشكل دقيق بالمحاضرة القادمة. اليوم احنا نريد نعطيكم بعض التسميات حتى تعرفوها بالنسبة لل crown and bridge. الرسيجوال مثل ما تعرفون لما يفقد البيشنت أسنان تكون تبقى مكان الأسنان بعد ما يصير هيلينج تبقى عندنا رسيجوال ريدج وهي مكان الميسنج تيث. الاباتمنت احنا هذه كلمة نطلقها على التوث that give support to the bridge. بالنسبة للريتينر هو ال part of the bridge that is supported and is lying over the abutment tooth. Sometimes the support and the retainer type have minimal preparation like a wing, and the replacement of the missing tooth is called the pontic. It means the artificial replacement of the missing tooth. The span is the area and the amount of extracted teeth and the space that will be replaced and will be restored by using the fixed bridge. هذا عندنا الابتمنت توث، هذا الجزء مال البريدج نسميه ريتينر، هذا عندنا بونتيك. الالتقاء بين البونتيك والريتينر يسموه كونكتر. وهاي الحالة لما يكون ملتحم يسموه ريجيد. احيانا يكون الكونكتر نون ريجيد او فلكسيبل كونكتر. هذا ايش وقت نستخدمه؟ احيانا يكون عندي الابتمنت تلتد ابتمنت مثل ما نشوف هنا. اذا كان عندي الابتمنت مثلا مائل بحيث ما نقدر نحصل على parallelism between the two abutments بالنسبة للpath of insertion، ف يتم تصنيع البريدج على شكل قطعتين، تثبت هاي القطعة بالpath of insertion مالتها، واكو فد slide connection between the two parts، يصير هنا الاتاتشمنت وتنزل هذه القطعة بالباث اوف انسيرشن مالتها، وبهالحالة الكونكشن راح يسموه نون ريجيد. اكو حالة ثانية اللي هو هذا الباير ابتمنت. باير ابتمنت هو لما يكون الابتمنت يحيطه من الجهتين ميسنج تيث، يعني لما يكون عندي صاير في وسط البريدج وعندي بونتك تيث adjacent to it medially and distally سموه باير ابتمنت. هذا طبعا الضغط على البريدج من الجهتين راح يعرضه الى روكينج اكشن، فحتى ما تضعف البيريدونتال ليجمنتس مالته خلينا عليه ريجيد كونكتر حتى يكون اتاشت الى one part only while the attachment with the other part is flexible. إذن عرفنا شنو هو الباير ابتمنت. بالنسبة لليونت كل قطعة
سواء كانت بونتك أو ريتينر من الابريج هي يسموها يونت. والكونكشن قد يكون مثل ما عرفنا الاتاشمنت قد تكون ريجيد أو نون ريجيد اللي هي يسموها فلكسيبل. بالنسبة للأدفانتجز أوف فيكست بريدج، مثل ما نعرف إحنا ممكن نسوي الفيكست بريدج، يعني لما نسوي راح يكون سترونج، راح يكون ريتنتيف، يختلف عن الريموفابل أبلاينس بأنه يكون توث بورن، يطيف فيزيولوجيكال فيلينج اوف ماستيكيشن اند تشوينج اون تيث. استاتيكلي راح يكون مور اكسبتابل بيكوز اوف لاكينج ذا فلانجز اند لاكينج ذا ميجر كونكتورز ذات ماي اكستند اون تيشوز اند كوزينج ديسكومفورت. راح يعتبر مور كومفورتبل تو ذا بيشنت. هذه طبعا كلها تعتبر advantages of fixed bridge. راح يعطيني restorability for the function and speech and aesthetic when replace missing teeth. disadvantages مالته مثل ما نعرف انه الفيكست بريدج يحتاج الى السبورت مالته يكون على abutment teeth، فيحتاج الى preparation of the abutment teeth. هذا راح يعرض الابوتمنت تيث الى هيت ويعرضها الى تروما، يعرضها الى loss of structure، ممكن تتعرض الى weakening، بالاضافة الى طبعا البلبل كونديشن مالتها ممكن تتعرض يعني الى خطر البلب irritation and pulpitis. هذه كلها تعتبر disadvantages، بالإضافة إلى periodontal weakening أو periodontal problems اللي قد تطرأ على abutment teeth أثناء وضع fixed bridge، بالإضافة إلى أنه costly و difficult procedures بالنسبة للclinical واللaboratory procedures مالته راح تكون more difficult than removable appliance. ليش احنا نعوض الميسنج تيث؟ طبعا ميسنج اتوث هو مو يعني فد خلينا نقول ضرر محدود. الضرر بالنسبة لل من ميسنج تيث راح يبقى مستمر بالنتيجة الدريفتنج of the drifting of the adjacent teeth. ممكن يصير عندي super eruption بال opposing tooth. البون resorption اللي راح يصير راح ينزل هنا ال level of bone. ممكن ال adjacent teeth يصير بها gingival recession و periodontal weakening. هنا لما يصير سوبر اربشن ويصير مثلا تلتنج راح يصير الانتر دنتال سبيسز هنا مور بلاك ريتنتيف. فهذه كلها الامور هي راح تفاقم الضرر بالنسبة على الادجيسنت تيث. لذلك يفضل طبعا انه الميسنج توث يتعوض اما من خلال ال امبلانت او من خلال الفيكست بريدج. فمثل ما عرفنا عمل فيكست بريدج يعوض لي الفانكشن والسبيتش والاستاتيك ويحافظ على الاكلوزال كونديشن ويمنع هذه الافكتس والدراستيك افكتس اوف توث لوس اللي طرحناها. هذه هي التعاريف للكومبوننتس اوف بريدج، اجزائه حكيناها احنا مسبقا. ك
كمقارنة، إذا أردنا نسوي بين الفيكست والريموفابل أبلاينس، طبعا الفيكست أبلاينس أو الفيكست بروستيسيز يكون توث بورن، بالنسبة للريموفابل يكون بورن أون تيشو، وبالنسبة للفيكست يكون توث سبورتد، بالنسبة للريموفابل يكون تيشو سبورتد. فأهم اختلاف هو السبورت، اتصاله وبالأورال كافيتي، والدعم منين دي يحصل عليه هذا الفيكست بريدج. طبعا بالنسبة للريتينشن يكون بتر، لأنه الفيكست بريدج يكون اتاشت وسمنتد تو ذا ابوتمنت تيث. الكومبوننتس مالته أقل، ما يحتوي على الميجر كونكترز وما يحتوي على الفلانجز، لذلك يكون هو فقط replacement of teeth. بالنسبة وجود هذه الفلانجز ووجود الاكستنشنز of denture components of the removable denture over the soft tissues and over the palate and the vestibules make it severely discomfortable for the patient. So the fixed appliance will cause less discomfort. هسه راح نطلع على موضوع مهم اللي هو الديزاين، شلون احنا نسوي evaluation وشلون نسوي designing و indication of crown and the bridge. الديزاين مال crown and the bridge يعتمد على ال amount of missing teeth، يعتمد على ال occlusal status، يعتمد على ال condition of the abutment teeth وال number of abutment teeth. هذه هي الأمور اللي يعتمد عليها ال design. بالنسبة لل support، أول ما نفكر بتعويض للأسنان لازم نفكر ب هل أنه الأسنان المجاورة للأسنان المفقودة هي في حالة جيدة بحيث أنه تدعم البريدج اللي احنا نريد نصنعه. أكو عندنا قاعدة كلش مهمة بالنسبة لحساب الـ support of the fixed bridge. هاي القاعدة تقول بأنه مساحة الجذور للأسنان الداعمة للتركيب لازم تكون أكبر أو على الأقل تساوي لمساحة الجذور اللي يمتلكها الأسنان المفقودة. هنا احنا طرحنا root surface area أو perisemental area of the abutment teeth must be more or at least equal، يعني لازم يكون أكثر من الأسنان المفقودة، من مساحة جذور الأسنان المفقودة، أو على الأقل لازم يساويها، لأنه من غير الممكن أنه السن يتحمل ضعف الطاقة مالته وضعف قابليته. مثلا إذا نريد احنا نعوض ال 3 mandibular posterior teeth، من غير الممكن انه نعوض 3 posterior teeth على molar وعلى canine، لانه مساحة الجذور بالنسبة للmolars والcanine هي اصغر من مساحة جذور 2 premolars ومولر.
هنا يعتبر الحالة not indicated، أو نقدر إحنا لازم نقوي التركيب مالتنا بال إنه نشتمل على more than one abutment، ونزيد عدد الأبوتمنتس حتى تتحقق عندنا هاي القاعدة. عندنا شيء مهم بالنسبة لل evaluation of the case for construction of the fixed bridge which is the space analysis. أحيانا لما يكون عندي missing tooth، adjacent tooth قد يسوي drifting ويغلق هذا space، فهذا المعيار المظهري الأستاتيك consideration يخليني اتبع فد ديزاين معين بالنسبة لتعويض هذا المسنج توث. لما نعوض مثلا الأسنان الأمامية، تعويض الانتيريور تيث وتعويض الانسايزرز اكو بي خاصية تختلف عن اما احنا نعوض مثلا مسنج تيث صايرة في وسط الابوتمنت تيث ويكون مثلا ستريت بشكل عدل التركيب مالتنا. بالاسنان الامامية يكون الارش مقوس، فالضغط على الاسنان الامامية يعطي ليفر اكشن، يعطي شكل العتلة بحيث انه الضغط عليهن هنا ما بين نقطة الضغط وما بين الابوتمنت تيث راح تعتبر ذراع القوة. الابوتمنت توث راح يعتبر الفولكرم اللي هو مركز العتلة، والضغط ذراع المقاومة هو الضغط على الجذور، هذه جذور الابوتمنت تيث اللي راح تدعم التركيب، فالضغط عليها راح يسلط ليفر اكشن وروكينج اكشن وممكن انه يأثر على جذور الأسنان الداعمة. لذلك احنا لما نعوض الانتيريور تيث نعوض الانسايزرز لازم نزيد عدد الابوتمنتس او نشتمل على اكثر من تو ابوتمنتس حتى نتفادى هذا الضغط مال الليفر اكشن اللي دا يصير على هذا التقوس اوف دنتال ارش. عرفنا وشفنا قبل شوية لما يكون عندي tilted abutment عندي أنا عدة حلول بالنسبة لل tilted abutment. لما يكون خلينا نقول long axis مالته كلش غير متوافق مع long axis of the other abutment، فعندي عدة حلول. اول وحده قالوا احنا ممكن نجي هذا نسوي له uprighting، نثبت هنا فد ortho appliance وهذا التقويم يجي يعدل لي هذا التركيب، العفو هذا الابوتمنت يصير متوازي مع الابوتمنت التوث الثاني، ثم نقدر احنا نحضره ونسوي التركيب. هذا الشيء غير عملي لأنه نعرف إحنا الأورثو تريتمنت تتطلب فترة طويلة وتتطلب أشهر، فممكن يكون مثلا بعيدة للبيشنت، البيشنت يريد يعوض هاي المساحة المفقودة. لذلك أكو حلول أخرى، قالوا إحنا نجي مثل ما طرحنا قبل قليل نسوي flexible connection، نسوي مثلا البرج هنا يكون قطعة وهنا قطعة ثانية والاتاتشمنت اكو بيناتهن بحيث يختلف ال path of insertion of two components and two parts of the bridge. احيانا نستخدم ما يسمى بالتلسكوبك كراون. تلسكوبك كراون هو نجي على هذا التلتد توث نسوي له فد تغليف معين رقيق، هذا التغليف راح يعدل شكل الكراون مالته بحيث انه يكون
بعد التغليف يكون شكل الكراون موازي للأبطمنت الثاني، ويجي البريدج يقعد عليهن. معناها هذا راح يتغلف مرتين، راح يجي عندي تغليف رقيق يعدل ال لونج اكسس مالته، ويعدل الباراليلزم مالته مع الابطمن اذر ابطمن توث، ويجي البريدج يقعد على التو بريدجز بباث اوف انسيرشن واحد. هذه الحالة لما نسوي البرج على شكل قطعتين والاتاتشمنت بيناتهن تكون فلكسبل. اكو عندنا شيء مهم بالنسبة لل evaluation and diagnosis for construction of a bridge، اللي هي ال evaluation of the abutment tooth. ال abutment tooth طبعا اول ما يجي ال patient ويريد يركب اسنان، من اول شيء نفحصه هو الاسنان المجاورة اللي راح تدعم التركيب. هاي الابوتمنت تيث من ناحية مثلا كون حالة البلب مالتها، الحالة الميكانيكية، هل هي ساوند، هل هي بيها فلنج، اذا كانت بيها فلنج هل هي مثلا اندوتريتد وتكون نون فايتال، او مثلا هي فايتال ومخلين الفلنج شكل الفلنج، ونفحص المارجنز مالتها هل هي يعني كلين المارجنز، او مثلا نتوقع اكو سكندري كيريز. غالبا اذا عندك اولد فيلنج قديمة وعندك مثلا ديسكلاريشن، يفضل انه تعيد الفيلنج قبل ما تستخدم هذا الابوتمنت ك ابوتمنت للبريدج. احيانا عندك تكون لارج فيلنج، إذا كانت مثلا unsupported by pin أو فد extra retention means، ممكن هذه أثناء preparation الفيلنج تنكسر وراح تخرب لك شكل الأبوتمنت، و تريد تاخذ impression وتدز الكاست إلى الصناعة المختبرية، فالديزاين كله راح يتخربط. لازم اذا انكسرت الحشوة لازم تعيد الطبعة وتعيد التركيب. فطبعا الفلنج مالتها البلب كونديشن مالتها و الشيء المهم الاخر هو البريدونتال كونديشن. لازم طبعا وفي شيء اساسي للأبوتمنت توث انه يكون البريدونتال كونديشن مالته اوف جود. اوف جود ستاتوس، لانه احنا نتوقع اذا اكو هيلثي بريدونتال كونديشن بالابتمنت تيث، لما نقعد البريدج احنا ممكن راح تعرض الى مشاكل وقد تعرض الى جنجيفايتس. فكيف اذا كان مثلا هو اكو فد periodontal problems واكو bone resorption مثلا او اكو pocket معين، فهذه راح تتفاقم وتتطور الى mobility بعد ما نثبت البريدج. فينفحص الابوتمنت توث كذلك من ناحية periodontal condition، واكو طبعا clinically وراديوغرافيكلي لازم يتصور الابوتمنت توث. راديوغرافيكلي احنا لازم نراقب شيء يسموه الكراون على روت ريشيا. الكراون هنا أنا ما ينحسب من السيرفايكال لاين، ينحسب من حافة البون نهاية الفيولر بون الداعم للروت،
لأن هاي النقطة هي كلها تعتبر فوق الدعم، وهاي النقطة هي فقط اللي تحت الدعم of the bone. فجزء الجذر اللي مغطى بالعظم هنا لازم يكون 3 أضعاف بالنسبة لضعفين اللي هي طول الروت. يعني إذا كان هذا 4 مليم هذا لازم يكون 6 مليم، النسبة بيناتهن تكون 2 إلى 3. هذا يسموه الأوبتيمم القياسي أو خلينا نقول المثالي. أقل شيء مقبول بالنسبة لطول الكراون بالنسبة لطول الروت هو 1 إلى 1. أقل من عدها يعتبر هذا شورت روت ويعتبر أن سبورتيف أبوتمنت. فممكن إحنا لازم نزيد هنا عدد الأبوتمنتس حتى ما يتعرض عندنا الأبوتمنت توث إلى ويكينينج وموبيلتي. الأكلوجين مهم بالنسبة للإيفاليويشن أوف ذا كونديشن. لازم ناخذ برايمري إمبريشن ونسوي ستادي كاست، ندرس بالستادي كاست الأكلوجين والأكلوزال كونديشن. مثل ما نشوف احنا احيانا يكون عندي سوبر اربشن بالأوبوزنج توث بحيث يكون سادلي للسبيس، فلازم هذا الشيء اني اخذه بالحسبان اثناء الديزاين والكونستراكشن اوف ذا بريدج. هذا هو الانتر اكلوزال سبيس. احيانا يكون عندك مثلا صاير سوبر اربشن بحيث هنا ماكو سبيس ويكون يصير اصلا كونتاكت على الرج، فهذا لازم اخليه ببالي اثناء تصنيع الفيكست بريدج. هنا مثل ما نشوف البريدونتال كونديشن مال ابوتمنت تيث. بشكل عام اخذوها قاعدة، اذا البريدونتال كونديشن شفتوها فير يعني غير جيدة بالنسبة للابوتمنت تيث، يفضل انه ما تعطون انديكيشن ولا تبلشون لصنع بريدج الهيتشي كيس، لانه قلنا احنا الهيلثي جنجيفا وهيلثي بيريدونتال ستيتس ويخلي البريدج هو نتوقع انه يتعرض الى ضعف. فكيف اذا كان اكو اصلا فد بيريدونتال بروبلم او اكو جنجيفايتس او اكو بيريدونتايتس او اكو موبيليتي او اكو بوكيت او الى اخره. اذا اكو بيريدونتال كونديشن يعني باد بيريدونتال كونديشن، هذه راح اثناء عمل البريدج ولما نتعرض الى لود ممكن انه يتعرض الى تزيد تتفاقم هاي الحاله ويصير عندي موبيليتي، وهنا راح يصير عندي لوس مو فقط للميسنج تيث حتى الابوتمنت تيث احنا راح نفقدها وراح نزيد المشكله للبيشنت ما نحلها. هذه كانت يعني اهم الملاحظات اللي لازم احنا ننوه عنها بالنسبة للديزايننج والبلانينج فور فيكست بريدج. نتمنى انه تتابعون هذه الملزمة حتى ان شاء الله بال الأسبوع القادم نشرح موضوع مهم اللي هو الـ types of bridges. شكرا جزيلا لإصغائكم، مع تمنياتنا بالتوفيق.